محرم فؤاد مولود 25 يونيو 1934 وتوفي 27 يونيو 2002، مغني مصري ولد محرم حسين أحمد علي في حي بولاق بالقاهرة لأب يعمل مهندسا في السكة الحديد. اكتشف حلاوة صوته وهو صغير السن فعمل مطربا في الموالد والأفراح، ودرس العزف على العود في معهد شفيق، وفي سجل محرم فؤاد الزوجي والأسري 7 زيجات، وكانت الأولى من تحية كاريوكا بينما كان هو رقم 11 في سجلها الزوجي. دي زوجته الأولى تحية كاريوكا الراقصة المشهورة. بعد انفصالهما تزوج من سيدة أجنبية لم يمكث معها كثيرا، أما الثالثة فكانت اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه طارق. هنا دي الزوجة الثالثة ماجدة بيضون أنجب منها ابنهم طار. ويقال أن محرم فؤاد تزوج ميرفت أمين وإن لم يكن الخبر مؤكدا. الفنانة القديرة ميرفت أمين معروفة طبعا. أما الزيجة الرابعة فكانت من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، بطلة فيلمي الأخير الملكة وأنا، حيث تعرف عليها أثناء التصوير في لبنان عام 1975. دي الزوجة الرابعة جورجينا رزق ملكة جمال العالم، فازت باللقب دهوت. جوزت بعده وليد توفيق، وهنشوف برضو مين كان زوجها الأول. مفاجأة في آخر الفيديو، هنشوف مين كان زوجها الأول. وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض ولكنه انفصل عنها. دي الزوجة الخامسة عايدة رياض ممثلة. دي صور نادرة ليه معاها معروفة طبعا، ليها أدوار كتير أوي. آخر زيجاته كانت المذيعة التلفزيونية منى هلال والتي بقيت معه حتى وفاته متأثرا بأزمة قلبية في 27 يونيو عام 2002، الله يرحمه. وكان من مفارقات القدر أن يرحل محرم فؤاد بعد 3 فقط من عيد ميلاده الأخير الذي ارتفعت فيه آهات آلامه قبل أن تنطفئ الشمعة الأخيرة في حياته، داخل غرفة العناية المركزة بمعهد ناصر حيث كان يعالج على نفقة الدولة. وكان محرم فؤاد يتردد على المستشفى 2 أسبوعيا لإجراء عملية الغسيل الكلوي بعد أن أصيب قبل وفاته بعامين بالفشل الكلوي إلى جانب متاعب القلب، فقد أجرى جراحة في لندن لتغيير بعض الشرايين، وكان يتناول علاجا منتظما للقلب ويتردد على طبيبه في لندن على فترات متباعدة للاطمئنان على قلبه. لكن الأزمة الحقيقية حدثت بعد إصابته بالفشل الكلوي، حيث بدأت رحلة معاناته الأصعب. وقبل رحيله ب3 أسابيع تعرض لأزمة صحية ونقل على إسره إلى المستشفى الذي بقى به عدة أيام، ضاق خلالها بالأدوية والحقن وعملية الغسيل المتكررة وتعليمات الأطباء، وطلب مغادرة مستشفى إلا أن الأطباء رفضوا، إلا أنه أصر بشكل عنيد وقام بتوقيع إقرار بتحمله جميع المسؤوليات المترتبة على مغادرته المستشفى. وكتب محرم فؤاد الإقرار وترك المستشفى وعاد إلى بيته لمدة 3 أيام فقط، وسرعان ما تدهورت صحته ونقل بسيارة الإسعاف ليعود للمستشفى مرة أخرى ويبقى بها حتى فاضت روحه إلى بارئها يوم 27 يونيو 2002 إثر هبوط حاد في القلب. دي صورة نادرة جدا، أحمد فؤاد حسن ومحمد قنديل ووردة ومحمد عبد الوهاب ومحرم فؤاد وهاني شاكر والمخرج حسين كمال. دي برضو صورة نادرة المطرب الشهير محرم فؤاد بجوار يونس شلبي في فرحه مع زوجته. هنا فتحي حسين ومحرم فؤاد وصداقة عمر في زمن جميل. ورغم الغياب الواضح من الفنانين في لحظة وداعه الأخيرة، إلا أن التدفق الجماهيري على الجنازة كان كبيرا من أناس كل علاقتهم بهم أنهم أحبوه بعدما سمعوا أغنياته وشاهدوا أفلامه.
طارق الابن الوحيد لمحرم فؤاد والذي قطع معه شوطا في رحلة علاجه الطويلة كان في الكويت حين اتصل به ابن عمه يخبره بأن والده في غيبوبة بالمستشفى، فاستقال الطائرة وعاد إلى القاهرة، وفي المطار علم بوفاة والده فاتجه للمستشفى ليلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمان والده وليصاحبه حتى مثواه الأخير ويقف ويتقبل العزاء. يقول طارق: آخر اتصال أجريته كان مع أبي، كان قبل وفاته ب3 أيام وتحديد في 24 يونيو الذي وافق عيد ميلاده، كان صوته واهنا وانقبض قلبي، وسألته: أخبار احتفال عيد ميلادك إيه؟ فين التورتة والأصحاب؟ فضحك وطمأنني على صحته وأخفى عني أنه موجود بالمستشفى، وقلت له أنني سأحضر إليك خلال أيام ونحتفل معا بعيد ميلادك، وكان هذا آخر اتصال بيننا. وكان طارق قد فارق ورافق والده أثناء إجراء العملية الجراحية الأخيرة في لندن، ونجح في إصدار قرار من وزير الصحة ساعتها دكتور إسماعيل سلام، وسافر العرض والده على بروفيسور في باريس، وهناك أخبره الأطباء بأن القلب حالته ضعيفة وأن 3 شرايين مسدودة منذ 3 سنوات. يقول طارق: ولم يكن يعلم أبي بذلك ولا أنا، ولا أدري كيف أخفى أطباء بريطانيا هذا الأمر. وطارق تخرج في الجامعة الأمريكية وأحب الغناء وأصدر ألبوما غنائيا واحدا، ولحن له والده إحدى أغنياته. وكان محرم فؤاد قد آمن بموهبة ابنه، لكنه رفض أن يساعده وطلب منه أن يشق طريقه بنفسه وأن يدرس الموسيقى. وقد قابل طارق إحباطات عديدة في الوسط الفني جعلته يؤجل مشروع الغنائي مؤقتا. ده مع ابنه طارق وهو صغير، ودي من أحد أعماله مع صباح. أما جورجينا رزق ملكة جمال العالم، مولودة 3 يناير 1953، هي عارضة أزياء وممثلة لبنانية، حصلت على لقبي ملكة جمال لبنان 1970 وملكة جمال الكون 1971. ملكة جمال الكون. بدأت جورجينا حياتها العملية كعارضة أزياء، حيث تمتلك من المؤهلات والمواهب الكثير، مما أهلها لأن تعمل وتتألق في مجال عارضات الأزياء حتى ذاع صيتها واشتهرت بين تلك الأوساط. وكان طبيعيا أن يتم ترشيحها لاجتياز اختبارات مسابقة ملكة جمال العالم عام 1970، ولكنها لم تنجح في أن تحصل على اللقب عالميا، إلا أنها لم تيأس وقدمت في مسابقة ملكة جمال لبنان في نفس العام لتنجح وتحصل على اللقب بجدارة. جورجينا رزق ملكة جمال الكون. وعندما نالت اللقب بدأت العيون تتجه إليها، حتى تم ترشيحها قبيل الحرب الأهلية اللبنانية للعمل في المجال السينمائي، وبالفعل شاركت في بطولة 3 أفلام عربية. وقفت أمام أشهر النجوم المصريين مثل الفنان عمر خورشيد والفنانة صباح في فيلم جيتار الحب، وفي عام 75 قامت ببطولة عملين سينمائيين، وهما فيلم الملكة وأنا مع الفنان محرم فؤاد، حيث تزوج خلال الفيلم، ولكن زيكتهما لم تدم طويلا حيث طالتهما العديد من المشاكل والمشاحنات. هنا في فيلم الملكة وأنا مع محرم فؤاد اتجوزوا خلال الفيلم، ولكن للأسف انفصل بعد فترة بسيطة. نرجع إلى جورجينا رزق، حيث شاركت في 75 دونجوان السينما العربية الفنان رشدي أباظة في فيلم باي باي يا حلوة، والذي لم ينال الشهرة ولا الانتشار المتوقع منه. رغم الميزانية الكبيرة التي خصصت له، ثم عرجت إلى مجال آخر من مجالات الفن، وهو الوصول لأبو الفنون المسرح، حيث وقفت على خشبة المسرح اللبناني مع روميو لحود، وهو مخرج ومصمم استعراضات وملحن وكاتب لبناني، في مسرحية سنقف سنقف. وتزوجت جورجينا رزق في عام 1990 من المطرب اللبناني وليد توفيق، وأنجبت منه نورهان والوليد. هنا مع نورهان والوليد، عيالها من وليد توفيق. وكانت قد أنجبت قبل ذلك ابنها علي من علي حسن سلامة، والذي اغتيل من قبل الموساد عام 1979.
ده أول أزواجها الأمير الأحمر أوطيل من قبل الموساد. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين.